السلام البنات، اهلا وسهلا، مرحبا بكم. جينا اليوم ان شاء الله نقدمو صايب لكم الباغيط بالسميده باش يفطروا الوليدات ان شاء الله في الصباح. عندنا البنات بدو مع بعضياتنا، عندنا واحد كيلو لارب ديال السميده، وعندنا معلقه ديال الخميره الفوريه مع معلقه صغيره ديال السنيده، وعندنا المدافي غادي نديروه في ديك الخميره ديالنا باش تفاعل، ونحطوها جانبا. عندنا واحد المعلقه صغيره ديال الملح. هذا باقيط البنات عادي، ما فيه حتى اضافات اخرين من غير الخميره والملح والطحين وديك المعلقه صغيره ديال السكر. غنخدموها البنات بالعجان، كيف ممكن نخدموه ندلكوه في القصريه. غنديروا ديك السميده ديالنا البنات العجان، وغادي نخلطها بيديا باش نعرف القوام ديالها البنات. خاصها في الاولى البنات تكون قاصحه، غنخد هاد الطريقه بحال الطريقه اللي كيديروا الامهات ديالنا بكري، كانوا كيعجنوا العجينه قاصحه في القصريه، ما كيديروا فيها لا ملح لا خميره في الاول، وكيبقاو يدلكوا حتى كتدلك ليهم، عاد كيزيدوا الخميره وعاوتاني كيدلكوا، عاد كيزيدوا الملح مع شويه الماء وكيدلكوا. كان كيجيهم الخبز من نوع ممتاز. دابا حنا هاد الشباب دابا اللي طالع كيدير العجينه كما بغى هو. دابا البنات غنعرف القوام ديالها كي داير، وغنديرها تدلك المره الاولى مزيان على الاقل واحد ربع ساعه، وهي كتدلك وهي قاصحه البنات، راه السميده هذه. عاد كنزيدو عليها ديك الخميره اللي عندنا كتكون طلقات تفاعلات مزيان، وكنخليوها تدلك مزيان البنات. كنأكد البنات تدلكات النوب الاولى ربع ساعه وهي خدامه، عاد عاوتاني زدنا الخميره وغادي نخليوها تدلك عاوتاني واحد قسمين اخرى ولا ربع ساعه. عاد عاوتاني البنات غنوريكم القوام ديالها كيفاش غادي يولي ملي تدلكات مع الخميره والمليحه. حتى هي غنزيدوها ايطاب ديالها بوحديتها. الا بغيتو الباغيط ديالكم يجيكم ناجح خصكم تتبعوا هاد المراحل اللي كنقول لكم. دابا انا كنعجنو الطحين بوحدو السميده بالماء وتدلك مزيان، كنزيد سواء في العجان او في القصريه حتى كتدلك مزيان، كنزيدو الخميره مع الماء والسكر حتى كتدلك عاود مزيان، كتشرب ديك العجينه ديك الخميره كامله اللي درنا وكتولي ايلاستيك. عاد كنزيدو، ها هما البنات كنوريها لكم دابا كيفاش ولات من بعد ما شربت لنا ديك الخميره كامله اللي درنا وهي كتعجن. كتولي إيلاستيك البنات، خاصها وخا السميده البنات كتولي إيلاستيك بالدليك، راه كتاخد الوقت ديال الدليك البنات. دابا البنات غادي نحس بها، راه ولات كتله وحده تجمعات، مابقاش في الجناب كتلصق بزاف. انا غنوري لكم البنات شوفوا كي كتولي بحال ايلاستيك واخا هي سميده. دابا غنزيد عليها، غناخذ ديك الملحه البنات، انا غنوري لكم البنات كيفاش ولات العجينه. شوفوا كتطلق داك السميده، كتطلق ديك الجليتان ديالها غير بالدليكه البنات. شوفوا خصها تجي هكا ايلاستيك. شوفوا البنات يمكن نوريها لكم، نتعمد نوريها لكم بحال هكا البنات باش تعرفوها كيفاش دايره الا عجنتوها بيديكم. دابا غنديروا ديك المليحه، غنغسل يديا وغادي ندير ديك المليحه، غندير فيها شويه الماء وغنزيدها عاوتاني حتى هي تدلك دلكه وحده اخرى بوحديتها. يعني كيتدلك على ثلاثه المراحل، مرحله بلا تغيير الطحين والماء، السميده والماء،
مرحلة كنزيدو الخميرة والماء، والمرحلة الثالثة كنزيدو الملح والماء. الى لاحظتوا انا غنزيد دابا داك شويه الماء والملحه، وغادي عاوتاني نردها تسدلك. وكنتسنى عليها البنات حتى كتسدلك مزيان. ملي غتسدلك البنات مزيان غادي نجبدوها عاود نخليوها تخمر. كنخمروها البنات جوج مرات، كنخمروا المره الاولى ونخمروها المره الثانيه. عاد كنجبدوها من بعد ديك الساعه نخدموها باكيت. انا غنوري لكم البنات شوف كي ولات من بعد ما زدنا فيها ديك الملح والماء، هي كتبان لكم البنات كي ولات الاستيك. من ضمن الاشياء اللي كتخلي الباكيط ينجح هو خصو يكون الاستيك، يتدلك تيولي الاستيك. ملي كنكونوا حنا كندلكوه في القصريه كنقولوا حتى كيبدا يطرطق، كيدير دوك البويقات. دابا هانتوما البنات شوف كي ولات سميده، لا لاحظتوا ولات الاستيك. دابا غادي نحيدها، كتاخذ الوقت البنات في الدليك. غنحيدها دابا ونغطيها ونخليها تخمر الخمره الاولى. كيتضاعف الحجم ديالها البنات ملي كتخمر، وكنهبطو عاوتاني ديك كنخويو منها ديك النفس اللي فيها، كنعاود نخمرها المره الثانيه. عاد باش كنبداو نخدموا الباكيط ديالنا. صدقوني البنات كيجي رائع هذا الباكيط ديال السميده، جربوه ما تعكزوش. ديما كي كنقول لكم ديما جربوا ما تعكزوش. هانتوما البنات ها هي غطيتها، غنخليها تخمر الخمره الاولى. ها هي البنات خمرات ضعف الحجم ديالها. غادي نهبط غير بصبيعاتي داك ديك الهواء اللي فيها، ونخليها تعاود تخمر مره ثانيه. نغطيها ونعاود نخليها تخمر هاي تما حدايا فوق البوطاجي مع دابا راه باقي الحال شويه دافي، ماشي بحال في البرد. ضروري خصنا نغطيوها مزيان باش 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 في ساعه تخمر لينا. اما دابا راه باقي الحال سخون. دابا البنات هي خمرات، ناخذ واحد الزليفه نديرو فيها السميده، وعندنا واحد شويه الزيت باش ندهنوا يدينا المره الاولى. وغنجبدو العجينة ديالنا البنات نخدموها مع بعضياتنا، نشكلوها دي باغيت. شوفو البنات السميدة كي كتملي خمرات دلكات مزيان وتخمرات كي كيولي القوام ديالها انتوما كتشوفو. نقطعوها بشي موس ولا بشي حاجة كوبابات ولا، وحنا خدامين نديرو ديك الحجم كيكونو قد قد البنات. نديرو ديك لي باغيط يجيو قد قد باش حتى في الطياب يجيونا طايبين مقادين، ما يجيوش شي غليظ شي رقيق شي طيب شي ما يطيبش، خصهم يجيو في نفس الحجم. وانتوما غتشوفو معايا كناخذو البنات كنرشو غير شويه السميده ماشي بزاف،
كناخذوا واحد المدلك وكنسرحوها بحال هكذا على هذه الطريقه مستطيل. ضروري الناس هذه العمليه الباغيت راه ما كنديروش ليه غير كنلويوه بحال شكل بحال شكل الباغيت الحراب اللي كنديرو في الفقاص. هو راه خصو يترولا بحال هكا البنات باغيت خصو ضروري يترولا. تجمعي ليه جناب وتروليه باش كيجي من الداخل بحال بحال الفويطاج. وكنجمعي ليهم هكا كتجمعي لها القناه وكديري ديك الفتحه البنات اللي لتحت في الطاوه كديريها هي التحتانيه وكتبقاي وحده بوحده حتى كتكمليهم كاملين. ملي غنكملوهم البنات غناخذ واحد السكين حاد اولا شي لام اولا شي غراتوا ديك ترونشوار كيكون ماضي وكنفلحهم البنات وكنشعل الفران من قبل واحد 5 دقائق غير كيسخن وكنطفي غير كيدفى كنشعلو غير على عافيه مهيل على شي 100 درجه باش ما يسخنش بزاف غير كيدفى وكندخل ليه الباكيط يكمل الخميره ديالو فيه. ملي كيبان ليا الباكيط تفلحو ديك الفلحات اللي درت بالسكين او بشي ما شي اله حاده كان صافي كنشعل عليه ديك الساعه لتحت والفوق 200 درجه وكنديروا واحد الطاوه فيها الماء. هاد المراحل كنقولهم لكم البنات وغنعاود نديرهم معكم تطبيقيا. دابا كنقول لكم نظري ومن بعد نقول لكم تطبيقي تشوفوا معايا التطبيقي غير باش تعقلوا هادشي اللي كنقول الهضره وكنعاود نديرها. وكندير واحد الطاوه الماء لتحت علاش باش كديك البخار ديال ديك الماء كيخلي ديك القشره ديال الباكيط تجينا مقرمله كتجي قاصحه ما كيجيش الباكيط بحال الخبز مطلوق خصو يجي تحسوا بديك التقرميله ديال الباكيط. ها هما البنات درتهم في الفران بعد ما شعلته قلت لكم وطفيته غيدفى. دابا يلاه فلحتهم البنات ها نتوما كتشوفوا بواحد الموس عندي ماضي وغنسد عليهم ونخليهم تيبانوا ليا راه خمروا الجهد اللي غادي نبغي انا نشعل نطيب. وغنشعل عليهم الفران 200 درجه لتحت والفوق البنات هانت ها هما خمروا كيبانوا ليكم كتشوفوا الفلحات قداش كبارو تيبان لكم راه الباكيط ديالنا خامر. دابا غادي نشعل عليه لتحت والفوق وغنجيب الماء طايب البنات غنديرو في ديك الطاوه اللي لتحت باش ديك الماء هو اللي قلت لكم كيخلي لنا الباكيط ديالنا يجي محمر وتجي القشره ديالو قاصحه. وكندير الطاوه لتحت والباكيط الفوق الطاوه اللي فيها الماء لتحت في الفران والباكيط الفوق وكنسد الفران ديالنا وكنراقب كنشعل تحت الفوق وكنراقب حتى كيبدا كيطيب ليا منين كيطيب البنات الا تحمر مزيان من الفوق كنحيد ديك الطاوه ما كتبقى ديك قسمين ديال المكانه يطيب يوجد ولا 4 ساعه كنحيد ديك الطاوه ديال صافي كتكون سالات المهمه ديالها كنحيدها وكنهبط الباكيط لتحت باش يتحمر ليا من الجهه التحتانيه. ها هو شوفوا البنات تبارك الله دابا بدا الفران كيسخن وهو كيزيد كيخمر شوفوا الباكيط كيجا الباكيط ديالنا البنات بدا كيدخلوا الطياب. ها هو البنات شفتوا الباكيط ديالنا بدا كيتحمر. دابا غنحيد ديك الطاوه اللي فيها حيد ديك الطاوه اللي فيها الماء وهبطوا لتحت باش يتحمر ليا من التحت الباكيط ديالنا يكمل الطياب ديالو من التحت وراه باقا الفران شاعله من الفوق باش يزيد يتحمر ليا مزيان من الفوق لان الباكيط قد ما جا محمر كيجي مقرمل كيجي زوين. ها هو البنات دابا طاب خرجته شوفوا تبارك الله
دابا راه حيدت الصوت، اما راه كان كيتسمعي الصوت ديالو ملي كتضربي وحده على وحده كيتكرمل، كتسمعي هكاك ديك الصوت وراه باقي سخون. انا غادي نقطع لكم البنات شي وحده وتشوفوها البنات مقطع كيفاش داير من الداخل. وهاد الطاوله البنات قلت لكم شريتها راه اونتي اديسيف، ما كتلصقش، واخا ديري فيها العجينه جاريه ممدونه ما حتى حاجه كديريها فيها ما كتلصقش. شريتها من قنيطره عند واحد مول كيبيع مواد الحلويات ب90 درهم. كنطيب فيها لي باغيت، كنطيب فيها الفقاس، بالخصوص لي باغيت كندير فيها لي باغيت بجميع الاشكال. هذا الباغيت ديال الونسيان اللي كيبات يخمر، باغيت بالزرار، اي حاجه درت فيها وكتصدق زوينه. مازال ان شاء الله البنات غندير لكم الباغيت بالفورس اللي كيكون كيبات ليله وكيخمر كيجي مجعب كامل من الداخل. مازال غنصايبو معكم ان شاء الله، نعطيكم الطريقه ديالو حتى هيايا. دابا البنات غنقطعو واحد، راه باقي سخون ما تقدرش. شوفوا البنات كي جا، الباغيت ديال السميده شوفوا القشره ديالو راه قاصحه راه مقرمله. الله يليك الا مقرمله بمعنى الكلمه البنات. وراه السميده البنات ما فيهاش حس الفور، السميده رقيقه بوحديتها. وبالصحه والراحه البنات، ولا عجبكم البنات كما كنقول لكم دائما دعموني بلي لايك وبلي كومونتير. وبالصحه والراحه، ونتمنى نكون عند حسن الظن ديالكم، وهادشي اللي كنطلب غير نكون عند حسن الظن للجميع. ها الباغيت ديالنا البنات شوفيهم ملي قطعتو كي داير، ولا اروع. بالصحه والراحه الى وصفه مقبله ان شاء الله.